أحسن الله إليكم. نأخذ متصل آخر حمود معنا على الخط. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. العم سلامتك، الله يوفقكم إن شاء الله في طاعة برضه. تفضل. عندي خلي معوق وأنا قايم به، يبغى يسلم له ضمان وحق تعوق، وأنا أخذه وأضمه به وأقوم به وكل شيء، أنا قايم بكل حاجة، هل أخذ ولا كيف أسوي؟ لا يا أخي، هذا اللي يصرف له له ملك له، فأنت تصرف عليه بقدر حاجته، وإذا توفر شيء تحفظه له، تحفظه له في المستقبل، وأنت على أجر إن شاء الله في مساعدته وخدمته، أنت على أجر من الله عز وجل. نعم.